حبيت اغير اليوم واطلب شيء جديد غير الكوفي، فرحت وطلبت موهيتو واعطوني الشيء المشع هذا. موهيتو حامض ليه؟ اسف جدا على التاخير، المقطع هذا كان له فتره مفروض ينزل، ولكن الجامعه مثل ما تشوفون احنا واقفين قدام باب جنشن، لان اغلب الاسئله اللي جتني صراحه اسئله عن جنشن، فان شاء الله بحاول اجاوب على اكثر شيء اقدر اجاوب عليه. السؤال الاول من الشخص اللي مستحيل اقرا اسمه، اكثر شخصيه تكرهها في اللعبه. الجواب هذا لو سالتني اياه قبل اسبوع ما كنت بعرف اجاوبه، ولكن حاليا اكثر شخصيه اكرهها كوكومي. ليش؟ في فيديو بينزل بعد الفيديو هذا بتفهمون ليش لما تشوفون الفيديو ان شاء الله. السؤال الثاني من محمد ويقول: ليش قناتك مره ريلاكس؟ ايش اكثر موقف عصبت منه؟ شكرا على المدح الرهيبه. اكثر موقف عصبني اقدر اتذكره عن ميهويو. الناس كانوا جدا متحمسين حق الاحتفال بمرور سنه على جنشن، ومتاملين خير انهم بيعطونا اشياء جميله، جوائز جميله في اللعبه، ولكن 90% من المجتمع بياخذ 100 بريمو جيم و100 الف مورا. يعني عطوك نص وش، مش وش كاب، نص. شركة جدا جدا طماعة. السؤال اللي بعده من معاذ: هل هذه تجربتك الأولى مع يوتيوب؟ بكل بساطة الجواب لهذا السؤال نعم، هذه تجربتي الأولى مع يوتيوب، وعشان كذا اعذروني إذا في أخطاء أو جبت العيد. إن شاء الله إني أحسن مستواي بعد أكثر. السؤال اللي بعده من مهدي صالح ويقول: ألف مبروك على 5000 مشترك. شكرا. يقول السؤال الأول: شو تخصصك في الجامعة؟ والسؤال الثاني: هل راح يضيفون اللغة العربية في اللعبة؟ يا عزيزي، تخصصي في الجامعة هندسة معمارية، عشان كذا أنا ساحب على أم يوتيوب، مش ساحب، بحاول أنزل يومين في الأسبوع. وهل أتوقع يضيفون اللغة العربية للعبة؟ لكون ميهويو شركة طماعة بشكل كبير، ما يقدرون يتغاضون عن المبالغ الرهيبة اللي جت من الشرق الأوسط، بما أن خلونا نكون واقعيين، أغلب العرب اللي يلعبون جنشن مطولين فيها ويدفع مش فري تو بلاي، تلقاه عنده نص الشخصيات سي 6، حتى لو هو منتف ما عنده شيء، فأتوقع أنهم يضيفون اللغة العربية. السؤال اللي بعده من جحا ويقول: ليش ما كملت سلسلة جنشن من أول فيديو لها؟ وليش بعدها قطعت ونزلت فيديو وانت مختم اللعبة تقريبا؟ لعبت جنشن يوم طلعت بعد اسبوعين تقريبا، المجتمع كان صغير جدا، وايضا انا تقريبا كان عندي حول ال 50 سبسكرايبر وقتها. كنت اريد انزل عن العاب مختلفة، ما كنت اريد امسك نفسي في لعبة معينة، مثلا الحين كيف انا قاعد انزل جنشن، ولكن وقعت في حبها، قعدت العبها بعد اول فيديو الين ما تشوفون الحين. السؤال اللي بعده من انخلان سعد ويقول: ليش ما تسوي لوجو خاص بقناتك؟ ليش يا سعد مش عاجبك اللوجو هذا؟ هذا شغل احترافي ترى، مش لي انا، هذا للناس المحترفه. وعشان اكون صريح معكم، عاجبني اللوجو حقي، خلفيه زرافه، لكن بكل حقيقه شغل الاحتراف انا احاول ابعد عنه. ما اقدر اشوف نفسي صراحه انه يكون عندي لوجو بروفيشنال، وذا الاحتراف ما ينفع معي. يعني اوكي، هل تقدرون تتخيلون ان في يوم من الايام انا مثلا فجاه اغير لوجو القناه، ويوم تجي تدخل فيديو عندي تلقى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم سناده اوسن ودي 3 ساعات، واليوم جايب لكم فيديو جديد، بس قبل لا نبدا لا تنسوا لايك وسبسكرايب. ما ينفع، والله ما ينفع، يعني نكذب على بعض. السؤال بعده من ويلكس تشان ويقول: اكثر شخصيه تحبها؟ اتوقع انه يتكلم عن جنشن، معروفه، من غير؟ ولكن اذا في اختيار ثاني غير ليزا بتكون هو تاو 100%. السؤال اللي بعده من كيروتوكن ويسالني: شو مخططاتك المستقبليه للقناه؟ سؤال بدون اجابه صراحه، لان ما عندي اي مخطط، عشان شكل الرحله هذه جميله بالنسبه لي، لان كل شيء حدث كانه صدفه والله. السؤال اللي بعده من فراس الزهراني: شو السبب الحقيقي اللي يخليك تترك جنشن، او يخلي الشخص يترك جنشن؟ بين قوسين ما نبغى طقطقه. انا عن نفسي اشوف ان الحظ، مش بس في البانر ولكن ايضا في الدنجنات، كل شخص يختلف، ولكن انا اتفق معك جدا في نقطتك. وايضا اذا الشركه ما بدات تحترم اللاعبين، انا عن نفسي صراحه هذا الشيء اللي يخليني اريد ابعد عنهم. اذا استمروا على الطمع هذا مره ثانيه، انا قاعد ارجع للطمع، ما ادري ليش، لاني والله مقهور من الجوائز حقت الاحتفال السنوي، شيء يقهر والله. 100 بريمو جيم. السؤال اللي بعده من ذوي العيون 99 ويقول: تتوقع ان ميهويو تجيب ارتفاكت او اي شيء يزيد الحظ بنسبه السقوط، مثلا تكون ارتفاكت حلوه وتطلع لك اغراض كثيره من البوس وكذا؟ وجوابي على سؤالك يا ذو العيون 99، ممكن يحطون اشياء تزيد الحظ، ولكن ما اتوقع، لان انت يوم تروح تفرم دومين ويخلص الرزن عندك شو تسوي؟ لكن ما ندري، نتأمل خير ونشوف ان شاء الله شو يحصل. رشا فيرسس جينا تسأل: كم عمرك؟ ما ادري اذا يبين الشعر الابيض، ولكن عمري 24. الدنيا ظلمت ليش؟ تعرفون الشيء النووي المشع اللي كنت اشربه قبل شوي؟ تخلصت منه وسويت بداله
شاي، لاني انا لو كملت اشرب الشاي الغريب هذاك ممكن معدتي تذوب. السؤال بعدها من ذا بينك انك وتقول: ليش تحس ان الفيديوهات الطويله مزعجه او ما تعجبنا؟ يمكن عشان سبب شخصي صراحه، لاني انا ما احب اطالع الفيديوهات الطويله، فعشان شكل متخيل ان كل احد ما يحب يطالع الفيديوهات الطويله، ولكن ممكن اكون غلط. السؤال اللي بعدها من عبد الله عبد الرحمن ويقول: من وين تعلمت المونتاج وش البرنامج اللي تمنتج فيه؟ واستمر يا بطل مونتاجك حلو مره. شكرا يا عبد الله. اولا البرنامج اللي اسوي فيه الاديت هو دافنشي ريزولف، معقد شوي وبتحتاج انك تشوف لك كم فيديو قبل ما تتقنه 100%. اما السؤال الثاني كيف تعلمت تسوي مونتاج، هذا شوي صعب، اتوقع انها كانت مجرد سلسله تجارب الى ان وصلنا للمرحله اللي احنا فيها الحين. السؤال بعده من المكسيكي اف ام ويقول: ليش حظك معفن؟ السؤال اللي بعده من ريناد بتقول: من شخصيتك المفضله باللعبه وهل عندك حساب انستا؟ اولا شكرا يا ريناد ان انت ساعدتني اسوي دعايه للانستا حقي. شخصيتي المفضله باللعبه مثل ما ذكرت قبل كوتاو. شكرا لجميع الناس اللي حطوا اسئله، اتمنى اني جاوبت على اغلبيه الاسئله بشكل واضح، واذا في اي سؤال بعدك تحس انه في خاطرك تبي تساله حطه في الكومنتس وبحاول اني اجاوب عليه ان شاء الله يعني. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم، واسف مره اخرى على السحبه، والى اللقاء.